من البريم هي الصناعه التقليديه، هي دابا الخياط كيعطينا الحرير وكنبرموه ليه باش هادشي باش كيخيطوا الصناعه التقليديه. هذه هي الصناعه التقليديه، جلالب، كاشط، قفاطن، قندورات، جلالب ديال الرجال، انواع ديال البريم. الخياط هو اللي كيكتب ليا، هو اللي كيكتب لينا داكشي اللي باغي في الورقه ديال الجلابه ولا ديال القفطان ولا ديال التكشيطه، لان كل بياسه والخياطه ديالها والموديل ديالها. حرفه خاصه هذه، ماشي زعما مدخل فيها لا دوله ولا حتى حاجه، هذه حرفه خاصه. كل نهار ورزقه، كاين نهار كتصور فيه ونهار ما تصورش فيه، على حسب كتخدم 6 شهور في العام. الا جينا نحسبوها كتتفرق على 6 شهور في العام هي اللي فيها الخدمه كاع. والحرفه علمها لي واحد السيد كيسكن في السبيت ديال تيط من الليل في العطله ديال المدرسه. كنت كنقرا وشديت العطله ديال المدرسه وبغيت نعاون راسي ومشيت تعلمت لها. كنت عا كنبيع الديطاي، كنت كنبيع الديطاي بحالي بحال اي واحد، كنبيع الديطاي. هو شوفني داك السيد قال لي واش تعلم هاد الحرفه؟ قلت ليه مرحبا وانا نتعلم لها. كنسد الخيط وكنبرمو بهاد الماكينه هادي، كنبرمو واحد القياس وكنجمعو وكنلويه. وانا غنوريكم دابا الطريقه ديال التلويه ديال الخيط. هادو كيتسماو الجعاب، هادو كيتسماو الجعاب. هذا دابا كيتسمى مزنزر رقيق، حيت البياسه فيها وقيه ونص ترسان وقيه ونص مزنزر رقيق، وكلها كما قلت قبيله كل بياسه والخدمه ديالها. هذا كيتسمى الجميع، هذا كتسمى التلويه. هذه التلويه دابا كنلويها صافي وكنديرها في البياسه ديالها مع البياسه ديالها. هذه هي الطريقه ديال التلويه. دابا البياسه هي كملات، البياسه دابا هذه هي كملات. دابا هذا هو الطرسان، ها هو الطرسان ديالها، ها هو المزنزن ديالها. كما قلت قبيله على حساب هذاك الشيء كيكتب لنا الخياط، كيكتب لنا هنايا كيكتب لنا وقيه ونص مزنزن رقيق وقيه ونص طرسان. ها هو الطرسان، ها هو الطرسان، ها هو المزنزن الرقيق، ها هو.